إن الأحكام نوعان. النوع الأول ما ذكر في النصوص صراحة لا يأتي إليه أي تغيير حتى وإلى يوم القيامة، ويطلق على هذه الأحكام أنها شريعة. يطلق على هذه الأحكام أنها شريعة. والنوع الثاني الأحكام المستنبطة من نصوص الحكم عن فصوص الأحكام. شيخ أحمد السرندي رحمة الله عليه، ماذا تظن هو بالنسبة إلى كلامه؟ رجلانة يا سبحان الله، قد استغنينا بالفتوحات المدنية عن الفتوحات المكية وبنصوص الحكم عن فصوص الحكم، مفهوم؟ فعلى كل حال، وقال ابن عربي في أحكام القرآن، له تفسير باسم أحكام القرآن، وله تفسير يقال إنه كتبه في 700 مجلدات. 700 مجلدات، نعم. لكن لم يبقى منها، لم يبقى منها شيء. لا، يعني إن العلماء ينكرون عنه لأن بعض الأوراق قد وجدت. فعلى كل حال، لأنه كتب 7 مجلدات فقط على بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مجلدات. الفيلسوف يفعلون، الفيلسوف يفعل كذلك. لا الفيلسوف يأتي لي الشباب يعيد ويعيد يا سبحان الله. وهذه يقال إنه صاحب الولاية، كان وليا لله عز وجل، وإلا يا سبحان الله. وهذا في الطبيعيات لا يمكن التصور 700 مجلدات يا سبحان الله. فابن العربي رحمة الله عليه أنه قال في أحكام القرآن عن صبر الصلاة أنه قال كل من يشتغل